وفي محافظة دمياط نظمت مديرية الصحة قافلة طبية في قرية منشية ناصر بمركز كفر سعد ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمت القافلة جميع التخصصات كما قدمت جميع خدماتها بالمجان. القافلة النهاردة فيها حوالي 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود، طبيب أخصائي أو استشاري. معانا كمان فريق طبي على أعلى مستوى. التخصصات الموجودة في القافلة النهاردة حوالي 12 عيادة، منها البطنة والجراحة والأطفال والجلدية والرمد والأنف والأذن. كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة بتتقدم للمريض بشكل مجاني. دورة المريض في القافلة بتبدأ من أول قطع التذكرة، طبعا التذكرة مجانية، بيدخل المريض العيادة الأولى، الطبيب بيشخص حالته، ممكن يكتب له الدواء بتاعه، وبعد كده لو هو عايز يعمله مثلا تحليل ممكن من خلال القافلة، عايز يعمله أشعة برضو من خلال القافلة. لو المريض كمان محتاج إجراء تدخلي مثلا عملية جراحية أو تحويل لمستشفى، بنقدر من خلال القافلة بنحوله لأقرب مستشفى من مستشفيات الإحالة اللي هيتم فيها عمل الإجراء دون. برضو المرضى معانا اللي هم محتاجين استصدار قرار علاج على نفقة الدولة، بسهل عليه من خلال القافلة استصدار القرار دون. من خلال القافلة كمان بزود وعي المواطن فيما يخص صحته وصحة أولاده، إن أنا بقدم له ندوات تثقيفية. كل حاجة متوفرة وكل حاجة موجودة والعلاج موجود، واللي عنده رشطة ولا حاجة مش لاقيها في الأجزخانة بيجي ياخدها برضه من هنا، وكله ببلاش. وما شاء الله بيكشفوا على أطفالنا وبيكشفوا علينا وبحللولنا وبعملوا لنا كل حاجة من غير ولا جنيه. كل حاجة ببلاش، كشف وعظام وبطنة ونسا وكل التخصصات والعلاجات ببلاش ما شاء الله، وأشعة وتحاليل وعلاج على نفقة الدولة، وما شاء الله كل حاجة هنا ببلاش. وما شاء الله رجال القافلة كلهم والدكاترة معانا حاجة كويسة وحاجة ممتازة. أكنك في المستشفى العام بتاخد علاج، كشف، بتكشف، كل حاجة ببلاش.